برم. ايه ده يا حسن؟ انت بكده بتعمل مشكلة، كان لازم تنفذ الاجازة اللي ادالك المدير. اجازة ايه؟ الاجازة ايه؟ بس انت مش فاهم حاجة اصلا. طب ما تفهمني طيب. مرة عيل صغير سأل ابوه، قال له يا بابا هو الثعلب بيبيض ولا بيولد؟ ابوه قال له ده مكار، توقع منه اي حاجة. لا طب خلي بالك بقى يا حسن. خلي بالي من ايه يا علي؟ النبي انت ايه اللي خلي بالي من ايه؟ انا متاكد انك ما تعرفش خلي بالي من ايه؟ خلي بالي من ايه؟ هو مش عرفني يا حسن، انا حسيت ان الموضوع مقلق فقلت اريحك واقول لك خلي بالك. تريحني ليه؟ وانت امي عشان تريحني. يا باشمهندس حسن. اطير انا بقى يا حسن. طير الجو مناسب، تروح تطير دلوقتي، يلا طير. انا متاكد كده انك كنت مطير. طير بقى. انت يا حسن. الحقيقة يا باشمهندس. انت ايه اللي جابك؟ انا مش مديك اجازة؟ نسيت والله يا باشمهندس. انت كده بتخالف التعليمات اللي انا مديها لك. ده اسمه احمد. انت مؤمن، انت مؤمن، انت مؤمن، انت مؤمن، انت مؤمن، انت مؤمن. حسن انت بتفرق الجهاز ليه؟ ها انت بتتحداني يا بني ادم؟ انت انا مش بني ادم، انا مهندس. كويس انك عارف وفاكر. لو هتفتكر ان انت عشان مهندس كويس انا هنسى اللي حصل. انت تجاوزت حدودك. باشمهندس محمود لو سمحت، انا حدودي عارفها كويس جدا. لو عارف حدودك كويس كنت التزمت بقواعد الشغل وما كسرتش كلامي. اتفضل من قدامي. وانتوا اتفضلوا على شغلكم. المحرك ده يكون جاهز النهارده. اتفضلوا. ابو علي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه جاي ولا ماشي؟ وانت ايه؟ انا جاي. انا ماشي. سلام. طب انت استنى، انت ايه يا ابني ما بقتش تخرج معانا ليه؟ وانتوا عم بتخرجوا في اماكن كلها دوشه ورقص وانت عارف انا ما بحبش بقى الدوشه والحاجات دي. طب ما انت كنت بتحبها ولا انت مش مصاحب؟ لا مصاحب. طب خلاص هات صاحبتك وتعالى. وانا برضه صاحبتي ما بتحبش الدوشه والرقص وال... معلش يا بختك يا اخي. تصدق نفسي صاحب واحده كده اريح. ماشي سلامك يا خد بالك من نفسك. سلام. كيلومتر في الساعة. ألو. أيوة أنا فريدة. فريدة مين؟ فريدة ده تليفونك؟ لا. طب إيه مش هشوفك ولا إيه؟ عملت إيه مع النصاب صاحبك؟ نصاب صاحبي مين؟ عمدة الكلب. عماد. مفيش، بكلمه تليفونه مقفول، بعت له مسج. طب خلاص عايز تشوفني ليه؟ إيه ده ثانية واحدة على الويتنج أهو. ليكي بقى مستنيه على الويتنج. زي الكلبة ولا فرق معاك دقايق ولا ثواني. ايه ده؟ فين الفلوس؟ ايه ده؟ 50 جنيه. عماد اصله اتفق معايا انه هيقسط لك المبلغ بتاعك 50 جنيه كل يوم، وانا هحاول لو كنت فاضي ان انا اجيبهم لك لحد عندك. واضح جدا ان مش عماد بس هو اللي كلب وانا اللي غلطانة. عماد بعت 500 اهو. ايه ده؟ ممكن بس قبل ما تاخديهم اسالك كام سؤال كده؟ طب يعني اديني اي حاجه عشان اسمعك من باب الاثبات حتى. ماشي. باي باي. باي باي. متاكد انك هتعملي كده؟ عمده بعت 1000 مش 500. عمده بعت 1000 مش 500. طب هات بقى. قديمه. بصي كل ما هسالك سؤال هديكي 100 جنيه. ايه رايك؟ اسال. هو انت بتشتغلي يا فريد؟ بشتغل ويدنج بلانر، بعمل ديكورات الافراح، بعمل انفيتيشنز، بختار اغاني. ديكورات افراح وورد وتختاري كمان الاغاني؟ ده بتهيألي كمان الاغاني لو سلود يعني. بتختاري الاغاني دي بقى لوحدك ولا في حد بيساعدك؟ لا بختارها لوحدي، ما حدش بيساعدني. برافو عليكي والله. طب انا عايزه انصحك نصيحه. ما تتفقش من شغلانه اي حد بيشتغلها لانك ما تعرفش هو بيعمل كده ليه. في اسئله تانيه؟ كده ليا 3 اسئله عندك. هو انت بتعمل كده ليه؟ جدع ولا فاضي؟ عبيط. لا بتكلم بجد. تقدري كده تقولي في ناس ربنا بيخلقهم عشان يرجعوا حق الغلابه اللي زيك. ولو ان مفيش حد بيعمل كده دلوقتي بس اوكي؟ يا ستي اعتبريني روبن هود ولا جيفارا ولا احمد السقا. عايز ابقى بطل يعني.
مش هتديني بقى رقم موبايلك عشان لما اجيب فلوس من عماد الكلب ده تاني ابديها لك؟ لا انا هكلمك بكره ونبقى نتقابل ناخده. هنتقابل هنا برضو؟ عجبك المكان؟ المكان ده انا اصلي جيته مره زمان وانا صغير، ما اتغيرش كتير على فكره. مكان شرح، تحس ان في حاجه مريحه. ايه ده؟ فعلا مكان فيه حاجه مريحه وبريحه. ده في حمض كبريتيك اصله. كبريتيك اصله؟ باظ كده القميص ده خلاص، شكرا. القميص ده كده باظ. طب الحمد لله انه باظ. ايه؟ انت متفقه مع العصفوره ولا ايه؟ لا هو ده قميصك اصلا مش قميص جدك؟ لا والله قميص. اكيد؟ اه. وده بنطلونك مش بنطلون جدك؟ بنطلوني برضه. اكيد؟ اه اكيد. ما سمعتش خالص عن حاجه اسمها جينز؟ جينز؟ ايوه جينز. بص دي الخامه جينز. اسال لا. في اي حته هيدولك جينز. اوكي اوكي ماشي. دي نصيحه لوجه الله. اه هبقى اسال. حاضر. سلام. سلام. مادية حقيرة أصلا. قلت حاجة يا حسن؟ بقول مادية جميلة. مادية جميلة. تلاقيها على هدومي دي تحفة. دي تحفة. بس جد دي مش فاهمك أنت. باظ القميص ده، باظ القميص. عزيزي رئيس الجمهورية، الاضطهاد ما زال موجود. الاضطهاد وصل للعصافير، حتى العصافير بتضطهد وبتتبول على هدومي. بس أنا برضو ما ردتش ومش هرد حتى لو كل الطيور عملت بيبي عليا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبي. العصير عندك اهو. ده مش سائع. معلش أصلي لسه عصرة حالا. إيه مالك عصبي كده ليه على الصبح؟ عندي صداع، عندي صداع. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. يسلمك. على الله نلاقي ثلج سائع بقى. ايه الهدوم اللي انت لابسها دي؟ جديد. مبروك، حلوين عليك قوي. الله يوفقك. هتفطر؟ حتى التلج مش ساقع. صح 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 صح. حسن. كنت عايزاك تعدي على الشقه تجيب الايجار. انا اللي هوديني اخر الدنيا يا ماما واطلع سد صدور على رجلي. لا لا اتصل بالبواب يجيبه لي كمان. انا مش بواب يعني. مين بواب؟ قالوا بواب. ايوه مين؟ مدام نوال. اهلا بواب. اهلا مدام نوال، في ايجار عندكم هاتوا عشان حسن ابني مش عايز يجيب. بس انا مش بواب يا ماما، انا مش بواب. هو ايه ده؟ تعالى هنا. هو انت مش رايح الشغل؟ بس رايح بس هعدي على البنك الاول علشان عايز اسحب فلوس. بنك ليه؟ عايز كام وندهم؟ لا حس